VIP Spot انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه فم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على الترواد بالفي بوان الحياه بوان فم. برنامج VIP Spot يجيكم كل نهار سبت 8 متاع الليل، شخصيات رياضيه في عالم الرياضه في مختلف الاختصاصات، وجوه تبقى في الذاكرة، اسماء تبقى خالدة في أذهان الجماهير التونسية. ضيف اليوم لاعب سابق بالشبيبة القيروني، شخصية تحظى بالاحترام والأخلاق العالية، محبوب، إنسان عاش في جيل صناعة ربيع الشبيبة القيرونية، الفريق اللي يعتبر الدابة السوداء لكل الفرق التونسية، اسم كبير وتاريخ كبير في تونس، إن شاء الله باش تكتشفوه تباعا في الحصة. لكن قبل هذا نمشيو الفاصل غنائي ثم نرجع للبلاتو. VIP Spot انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه فم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام اللي يسمعوا فينا على 93 او على www.الحياه.fm. برنامج VIP Spot نذكر يجيكم كل نهار سبت في نفس التوقيت. ضيف اليوم لاعب الشبيبه القيروانيه سابقا عبد الرزاق الرقيق. قبل ما نبدا مع ضيفي في البداية الحصة باش يكون في تأثيث الحصة أحمد المخلوفي في الإخراج التقني، محمد قدح في الإخراج الرقمي، وأنس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية. كما قلت ضيفي عبد الرزاق الرقيق لاعب الشبيبة القيروانية في السابق، زمن الشبيبة والتاريخ الكبير، صولات وجولات، وكذلك الشبيبة اللي فرحت الجماهير القيروانية وكذلك الجماهير التونسية اللي حبوا فريق اسمه شبيبة القيروانية. مرحبا بك عبد الرزاق. مرحبا بكم. مرحبا بكم ونشكر حياة فهم على الاستضافة هذه، وإن شاء الله نكونوا نعديوا حصة باهية ونكونوا في حالة حسن الظن إن شاء الله. إن شاء الله أكيد باش تكون حصة مشوقة ممتازة جدا، خاصة ما عشناش نحن في جيلنا فترات الشبيبة، أنت مش تكون همزة توصل، مش توصل للعباد، خاصة الجيل اللي طلع توا شبيبة القيروان، الصرح الكبير الشبيبة وتاريخ الشبيبة سابقا. في البداية باش نبداو سي عبد الرزاق، تعريف موجز لعبد الرزاق الرقايق. عبد الرزاق الرقايق لاعب سابق شبيبة القيروان، والشبيبة هذيك راهي تعز علينا برشا، وأنا من الناس عندها فضل علي كبير. جورة الشبيبة هذيك، هي الشبيبة دخلتني نخدم وحول الله رجعت لها أكثر ما عندي، وخدمت في الشبيبة، لعبت بقلب برب، وشبيبة راهي هذيك روحنا، هذيك نحبوها، هذيك نعزوها، ما فماش شيء بخلاف الشبيبة في مخاخنا نحن الكل، والملاعبين لعبنا في العام هذاك نتاع سي عمر الذيب، وبكر الجيل هذاك الكل الملاعبين الكل تعطي اللي عندها بالقلب نتاعها تعطيه، تهبط نهبط للتران، نخرجوا مجروحين، نخرجوا. قبل سي عبد الرزاق ما ندخلوا في التفاصيل، حكينا شويه قداش عندك صغار، شو عملوا في الدنيا؟ عندي انا كنت في مصنع تبغ بالقيروان مساعد تقني، وعندي اربع صغيرات، عندي واحد ولدي بلال يخدم في الامن، عندي ولدي حمزه تو في السياد، عايش في السياد، وعندي بنتي تو متخرج من مدرسة وتخرج متخرجة، وعندي ولدي صغير هذا في النافيام تو صغير في العيلة في النافيام، هذه هي العائلة نتاعي. واضحة عائلة رياضية بامتياز. عائلة بالنسبة للعائلة الرياضية نحن كلنا رياضيين، عندي خويا محمد رقايق معروف مدرب مدير فني، لعب في الشبيبة قبل، وخويا الاخر في المانيا زاد لعب في الشبيبه، خويا خميس في الكامب في الامن لعب في الشبيبه، من عائله رياضيه احنا الرقايق معروفين. واضح. بدايتك سي عبد الرزاق قبل في الشبيبه وقتاش بديت؟ وقتاش اكتشفوا عبد الرزاق الرقايق؟ عبد الرزاق الرقايق اكتشفته كما كنا قبل فما نلعبوا كان في الاحوم قبل. معناها من الاحوم هذاك اكتشفونا ناس وقالوا لنا برا، معناها انا جاني واحد من انا خويا يعرف يتبع الكوره، خويا كان يتبع فلديما يمشي للاحوم يشوف الملاعبيه، يشوف محمد الرقايق معروف. وجاب برشا ملاعبيه اللي جاسكا منهم ولاد سعيد زوز عبوده وخوه عادل، جابوا محمد رقايق، جابوا من بطحه هزم الاستاد، وشفت واش عطاه هذيك. انا بديت من الكادي في ليجون. قداش عمرك وقتها في الكادي؟ عمري حكايه 14 سنه حاجه كيما هكاك، العمر هذاك بديت مشيت دخلت في الشبيبه من ليجون، دخلت في الشبيبه دربت عند سي عبد الوهاب نوشه، دربت عند سي الهذيلي فيلا في الجونيور، دربت عند سي محمد رقايق في الاسبوار، وبعد تعديت للسينيور،
وبديت المرحله نتاعي مع السينيور. الخطه نتاعك لاعب قبل؟ لا لا متى نلعب انا جناح ايمن ونلعب قلب هجوم، معنى من الجناح الايمن نلعب القلب هجوم، هذاك الخطه نتاعي انا في الهجوم، ديما في الهجوم مهاجم نلعب سيبا مهاجم. ابرز المدربين اللي درجت في الاصناف معهم؟ برشا مدربين، من ابرزهم اللي تعدينا عليه وتعدى السيزون هذيك اللي تعديت مع سي عمرو الذيب. عمرو الذيب ربي يذكره بالخير كذا كانوا موجود وربي يعطيه الصحه والعافيه. تعدينا السيزون هذيك، كنت سيزون ما عادش تعاود هذيك، كانت جيسكا رعب وقت عمرو الذيب، رعب جمعيات الكل تخاف منه، جمعيات الكل تهاب منه. ترى جينا القروان ونربحوها بثلاثه، كلوب افريكا ربحناها بثلاثه، نادي صفاقس نمشيو لصفاقس نربحوها ربحناها بثلاثه، جمعيات الكبار الكل ربحناهم. نلعبوا بقلب شنو راي يادي اللي يحب يدخل لجيسكا يلعب بقلبه برب، يعطي ما عنده لجيسكا. جيسكا راه مشي سهله، رعب قبل نقول لك جيسكا رعب. جمهور كي يدخل يطلع على الثرات سمع كان كلمه الرعب الرعب الرعب. اي جمعيه تجي خايفه لجيسكا. اول مقابله لك مع الكابر؟ اول مقابله ذي مع الكابر لعبت مع نجم رياضي الساحلي. مع نجم رياضي الساحلي في القروان هنا. وتعدى المقابله ذيك تعدينا فيها 0-0 معناها تعدينا تعدى مقابله تعدي. كيفاش انت كاول مقابله ليك مع الكبر مع فريق كبير ضد النجم الرياضي الساحلي خاصه كجمهور الكبير وانت ما زلت يعني صغير وكاول مقابله تلعب شنو حسيت معاه؟ اجا نقول لك بالنسبه لنا احنا اذا كان مشينا على دربنا على فماشي خوف. نقول لك انا في البريود نتاع سي عمرو الذيب اعطانا شحنه كبيره ما نخافوا من حتى جمعيه. معناها القلايب والقرينت هذيك الموجوده نعطيهم ما عندنا ما نحسبوش في اللعب. يلزم البارتي هذيك تربح تتربح. فما انا نثبت على في ماتشوات جينا هنا وخسرنا ماتشوات، ما خسرنا مثلا مع السي اس اس هنا في القروان خسرنا ونخسروا مع اي جمعيه وجمهور كي يخرج يروح فرحان باللعب اللي تعدي معناها ما يروحش معناها يشيخ لعب يشيخ كوره، ما الكوره ما حبتش الشيخ كوره معناها الجمهور يروح فرح. فما الجمهور يروح فرح مع تاخذ الماتش. علاقه الجمهور بعبد الرزاق رقايق قبل؟ جمهور بحول الله انا كنابته الراه نعطي ما عندي. ما عمري ما نحسب الكوره. اللي عندي نعطيه. علاقه طيبه بيني وبين الجمهور، الجمهور الكل تحبني والناس انا نحب الجمهور وعمري ما عنديش هكا الحوايج الزايده وكل الحوايج الواحد. انا ندخل نلعب نعطي ما عندي ونخرج. ما عنديش حاجه اخرى ما في مخ. وذاك علاش باش خرجنا شفنا البرا اراء بعض الاحباء اللي واكبوا العصر نتاعك انت باش نشوفوا الاراء، هل انهم علاقه نتاعهم كانت بعبد الرزاق الرقاي كانت علاقه طيبه؟ شنو رايهم في عبد الرزاق الرقاي كلاعب؟ انا خلطت عليه شويه رانيت معاه، هو خلطت على جيل السبعينات والثمانينات، بون ما كانش ديما يلعب لانه خلطت على جيل قوي برشا ذا، لكن شارك في عديد المواسم وكان يعني ان بون رومبلاسون نقولوا نحن، كان سريع الحقيقه جري برشا جاب برشا تراح. نتذكر تروح مع الكلوب افريكان هنا فما كوره يخسبوها خرجت توش خلطت عليها وجابها وماركيناها وقتها. غير هذا انسان متخلق متربي من عائله محترمه نظيفه ولاد الشبيبه. رزوق رقيق قمه ثابته ومش جيل العصر الذهبي، وين ما تفرجش على العصر هذاك فاتوا شر عمره اللي ما واكبش الشبيبه قبل صولاتها وجولاتها. والعصر هذاك عصر الذهبي انا نسميه العصر الذهبي، شكون ما يعرفش الشبيبه في وقتها؟ تونس كامله حبتها وتونس كامله تبعتها. واللي ذكرته انت السيد هذايا الجوار هذايا رزوق رقيق، وش خصنا لو كان فما حتى وحيد منه توا؟ واللي ما عاصروش راه فاتوا شر عمره، شر عمره اللي ما تفرجش على الشبيبه واللي ما واكبهاش واللي ما تفرجش عليها. ارجعوا للتاريخ وتفرجوا على الشبيبه وش كانت عامله. نحكي انا لسي عبد الرزاق الرقايق اخلاق الساعه، سن متربي سن متخلق وهو من عائله رياضيه، شقيقه سي محمد الرقايق هذوما من الرموز نتاع الكره التونسيه، كي نقولوا سي عبد الرزاق نقولوا سي خميس العبيدي نقولوا سي قاسم الجباس، فهمتني ولا؟ هذوما الناس لعبوا على الجرينتا ولعبوا على المريول، كانت قبل ما فماش فلوس تلعب بالعرق وتلعب بقلب ورب حبا للشبيبه، ناس لعبت ووفات وبارك الله فيهم وعطاوا للشبيبه ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. انسان زاد كي نحب نحكي عليه زاد كما قلت لك على الصعيد الانساني، انسان متربي انسان متخلق انسان قيمه ثابته. عبد الرزاق ملاعب يحب للشبيبه ومسؤول قديم، خسرناه كمسؤول باش نفكرك سي عبد الرزاق، لو فما بونتو ماركيتو عام وقت عمر الضيب 3-1 طلعنا اول بونتو في تونس سيكوندا وتمركا البونتو، ونحن رانا نحبوك ونشكروك. تعليقك سي عبد الرزاق على اراء بعض الاحباء، خاصه باش نرجع لك بالمحب اللي قال لك الهدف اللي تسجل ضد نسيق سيكوندا الاولى، شنو قصتها؟
والله توا الاخ هذا اللي جبد على الهدف نتاع النادي الرياضي صفاقسي في صفاقس قال لك كلامه صحيح. 3 سكونديات 3 سكوند مارك البونتو، الناس مازالت ما قعدتش في الجرادان، ولعبنا سونتر كره ما بين السونتر اللعب. باش نعطيك بالضبط شنو صارت العمليه، بدا باش نلعب ضربه البدايه سمير شريط ومحمد خليل باش يلعبوا السونتر. لا سمير شريط عطاها لخليل وخليل عطاها السونتر هالي انا نلعب بلي دروا. السونتر هالي معناها عاليه فاتت الملاعبيه نتاع النادي الرياضي صفاقسي، وانا ماني سريع برشا، خلطت على الكره خلطت عليها خرجت راس عبد الواحد ديريكت حطيتها. الناس مازالت ما قعدتش، قعدوا باهتين شنو هي الحكايه هذه، وتو الهدف هذاك معناها قعد معناها في الاذهان معناها ما تمركش في حتى الهدف في 3 سكون في عهد عمر الذيب عهد عمر الذيب يعني هدف، وخاصه فما محب اخر كان حكي اخلاق عبد الرزاق الرقيق، الناس كل الجمهور الكل يحبوا عبد الرزاق الرقيق. والله الجمهور يحبني خاطر انسان معناها عمري ما عندي حتى حاجه زايده ولا ناقصه من الواحد، يعني انا انسان معناها الناس تحبني خاطر انسان طيب، ونحب العباد الناس كل نحترمها الناس كل تحترمني. الملاعبيه انا شديت حتى في بالنسبه شديت مرافق بتاع السينيور عمت سي جلال القادري، ملاعبيه الكل لتو مازال يلعبوا لتو في جيسكا، وين يعرضوني بداوا يعنقوا فيا بالواحد، خاطر نمشي معاهم بقلب ونعاونهم ونخفى معاهم ونعطيهم النصائح ونعطيهم كل شيء. هذاك علاش الناس كل تحبني، ما عنديش حتى اكثر بريم قبل خذيته في الشبيبة. وين البريمات؟ فما بريمات في الشبيبة قبل، قلنا لك راح الناس تلعب بقلب ورب، ما تخموش لا في فلوس لا في فم وقت الشبيبة تلعب ما فماش فلوس بكل. نلعب على خاطر الشبيبة، على خاطر الاخضر والابيض، على خاطر الجزكا هذيك 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 سمعة البلاد. ما فماش ما عندناش فلوس كما توا فلوس بريم دروندمون وبريمات وشهريات شهريه ب 4 ملايين وشهر بريم دروندمون ب 80 مليون ما عندناش شيء هذا قبل. نحن نلعبوا كان بالقلب الاخضر والابيض هذاك ما فيهوش لعب. نابطوا للتران ناكلوه التران، كنا نلعب في التران تراب احنا قبل ما فماش غازون. نخرجوا مجرحين ركايبنا وفخاضنا الكل ما نرجموش حتى النوم في الليل نرقدوه. ماك الضرب هذاك من الواحد هذاك الخاطر شكون الخاطر جي اس كا والخاطر الشبيب. الرئيس قبل شكون كان وقت رئيس الشباب القانون وقت اللي كنت انت موجود والشباب اللي عاشت الامجاد نتاعها؟ في الوقت هذاك وقت انا نلعب مع شباب القيروان في صنف الاكابر، وقت الرئيس ناسي المرحوم عزيز ميلاد الله يرحمه ان شاء الله، قدم برشا للشبيبه في الوقت هذاك، واعطانا معناها اعطى للشبيبه ما عنده ونشكروه وربي يرحمه وربي ان شاء الله يفضل له وليده هذا زاد يقفل الشبيبه معنا ويحاول يعاون الشبيبه نتاع عزيز ميلاد. روحوا عقله جي اس كا سي عزيز ميلاد. تتصور انت عزيز ميلاد اول جمعيه خرجت في ستاج للخارج هي شبيبه القيروان، لا فما ترجي لا فما الكلوب لا فما حتى جمعيه ما خرجت عملت ستاج في الخارج بخلاف جي اس كا، هي الوحيده اللي خرجت عملت 3 ستاجات عملتهم جي اس كا وقت عزيز ميلاد، وقت حمد عمار وعمر الذيب وثالث وقت هذوما زوز ستاجات في البارك معناها لعبناه الستاج وين عملناه في روما معنا استاد روما ترناو في الستاد هذاك كومبلكس نتاع روما ترنا فيه اللي كيفاش نتاع نتاع ايطاليا عزيز ميلاد هزنا ومشينا. والجيل هذايا ما يعرفوش اللي شبيبه القيروان الستاجات هذوما اللي البر، وخاصه حسب ما نعرف انه الفريق الوحيد اللي عنده ريستورون خاص به هو فريق شبيبه القيروان. قبل كان عندنا ريستورون في الستاد تعملت ريستورون في الجرادان تحت الجرادان، الناس بعد لونترينمون تمشي تاكل اول جمعيه عملت ريستورون في الستاد نتاعها. جات مره الاسبيرونس طلع في القروان في ليجون وجاوا كادي ولا شنو قعدوا باتين الاسبيرونس تعرف قوت الاسبيرونس وقوت احنا عندنا ريستورون هما ما عندهمش. فك البريود هذيك برودس عزيز ميلاد فك طالع هذيك ريستورون موجود مارس ديك تاكل وكذا وكل شيء موجود متوفر. مشيت الوقت هذاك مشيت. والاسماء حسب ما شفت اسماء كبيره برشا بصراحه بين قوسين تفجع مع الشبيبه القيروانيه باش الجيل يعرف لك كنت سمين التشكيله المثاليه اللي يلعبوا معك انت اللي اي فريق كنت تحكي بكري بثلاثه تربحوا فيه في القرون على البر. فريق الشبيبه نتاع 82 الناس توا باتت كيفاش ما زدتش بطوله هذيك فريق
نجم يزل البطوله بسهوله تامه. عنا فريق القمري، زهور السعيدي، عبد الرزاق الرقايق، محمد خليل، محمد الدندان، حماد الشريتي، بيريرا، اسمه محمد الشريتي بيريرا، محمد الشريتي بيريرا، برازيلي على حاله. عندنا يادي شو نقول لك حاجه بقى. احنا وقت العام سي عمرو الذيب، سي عمرو كي يجي يعمل التشكيله نتاع الماتش يقعد حير بشكون مش يلعب. يقعد حير بشكون مش يلعب فلان معناه كي يغزل البنك ما يحيرش، معناه موجود كل شيء موجود، وتهبط الجروب هذيك تهبط تلعب، الناس تبدا مش متفرهده بركه، الناس نحي غمه من قلبها. والناس والملاعبيه اللي موجوده في الوقت هذاك يعطيوا ما عندهم، ناس فنيين، ناس هجومنا نحن رقايق والقمري وزهور السعيدي رعب، جمعيات كل تخاف منا، يعني لي دروا وزهور لي جوش وقمري افانسون ومحمد خليل وسمير شريط ورشاد شريط وحمادي قلت لك الشريدي وطياش جول والحندوس جول، يا دي ما قلت لك معناها الجروب كامل اللي يهبط يشد بلاصته ويعطيك فرجه ويعطيك جو ويعطيك جيسكا. رانو اقسم بالله نتكلم تو اللحم يشوك، كنت تفكر هكا البريود هذيك جمعيات كل تخاف منها، جمعيات كل اكيد شيختوا الجمهور، فما محبه صار باش يتدخل معنا. الو عسلامه. الو عسلامه، مرحبا بيك خويا. عايشك وبيك، عايشك بارك الله فيك. ولا حبيت نتدخل بخصوص عبد الرزاق القايق. الو. وي نسمع فيك. فهمتني، حب اخويا نوفيه للراجل حقه صراحه، خاطر هم يذكرونا بالزمن الجميل بالكره المزيانه، شيخونا كوره، شبعونا كوره، وانسان قيمه ثابته، وهو من عائله رياضيه بشقيق سي محمد القايق. فهمتني، ناس لعبت بالجرينتا ولعبت على المريول ولعبت ما فماش حسابات وما فماش حد شيء، وشيخونا كوره ولعبونا كوره وبارك الله فيه، ويبقى شي عبد الرزاق قيمه ثابته. بارك الله فيه. نحب نحكي شويه على سعيد الانساني، انسان متخلق زاده وانسان متربي، فهمتني ولا، وبارك الله فيه، ويبقى ديما سي عبد الرزاق. نقولوا سي عبد الرزاق، نقولوا سي خميس عبيدي، نقولوا سي قاسم الجباس، نقولوا سي منصف واد، هذوما من رموز تاع القروان ومن رموز الكره التونسيه. بارك الله فيه، وان شاء الله ربي معناتها يفضله، وديما يبقى كما قلت لك ناس شبعونا كوره وشيخونا كوره في الزمن الجميل. انكور زاد كي نقول زاد نحب نعرج على نقطه، سي عبد الرزاق شد مسؤول يعني معناتها في الفترة السابقة مع الجيسكا، إنسان انضباط أخلاق، كان سيريو مع الجوارات بارك الله فيه، وفلتة زادة من الفلتات زادة بصراحة. واضح، شنو تنجم تقول عبد الرزاق الرقايق؟ والله نقولوا له بارك الله فيك، خاطر عطاه للكرة، فهمتني؟ وني قلت لك عطاه بالروح نتاعو، عطاه بالجرينت، عطاه بالشخصيته، إنسان قيمة ثابتة. قولوا له بارك الله فيك، ونبقاو ديما خاطر فما اجيال صغيره تو ما تعرفش الا غالب ما يعرفوش الجوارات الكبار واش عطاو لجيسكا واش عطاو، وانتم بارك الله فيكم على البرنامج هذا، خاطر انتم قاعدين تحييوا في الجوارات والقدم، خاصه القدم، خاطر بصراحه ما عطاتوا مع القروان والكجهه كامله ما عطاوهمش حقهم. احنا ماذا نشكركم على البرنامج هذا، برنامج يعطيكم الصحه، وان شاء الله نقولوا له بارك الله فيك ويعطيك الصحه، ونبقاو ديما نحترموه كشخص وكجوار، ويبقى ديما كما ثابت. شكرا لك، شكرا لك. تدخل محب من شبيبه القيروان اللي حكى على اللاعب عبد الرزاق الرقايق، اكيد شعور باهي برشا كي نسمعوا الاحباء مازالوا يتفكروا اللاعبين القدام. عبد الرزاق والله باش نقول لك بارك الله فيهم يعطيهم الصحه، والله الا الاخ هذا اقسم بالله العظيم حسيت برشا حب، خاطر الانسان اللي عطاه لي جيسكا بقلبه رب، معناها كي تسمع حوايج كيما هكا الواحد انسان يفرح بروحه كيفاش عمل، الجمهور راضي عليه، وجمهور نحن خاطر ما نمشيوش، نمشيو بنيه صافيه، كي نسمع حاجه كيما هكا والله العظيم فرحت برشا بالقدا.
طيب اللي سمعتهم الجماعه الكل اللي تكلمت يعطيهم الصحه وربي يخليهم وبارك الله فيهم. واحنا ما انا ما عنديش مزية على جمعيتي، وانا اليوم الغدوة ديما مع الجمعيه ناخذ معاها، وديما ديما راني بقلب برب مع جيسكا. هي جيسكا بالنسبه لنا احنا راي روحنا راي عقلنا، رانا عشنا وحلينا عينينا في جيسكا. جيسكا ما نجمش نبدلها لا بالغاليه بالنفيس. جيسكا نحبها جيسكا. انا نسيت نحكي لكم حوايجي، انا نخدم حتى خدمت في جيسكا، نخدم في جيسكا بقلب ورب، لا حاشي بفلوس، لا ناخذ شهريه، لا ناخذ حتى شيء. ساعات نبدا من عندي من جيب نزيد من جيب. جمعيتي راه ما فيها حتى لاعب، ما عندي معها حتى شيء. بالنسبه لجيسكا راهي روحي وعقلي انا بالنسبه لي. باهي سعد رزاق نعملوا ترتيحة موزيكا ثم نرجع نكملوا في البرنامج نتاعنا والجزء الاخير من برنامج في اي بي سبور. في اي بي سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه فهم. رجعنا لكم من جديد في الجزء الاخير من في اي بي سبور. نذكر بضيفي عبد الرزاق الرقيق لاعب الشبيبه الرياضيه القيروانيه. كنا نحكيو على العصر الذهبي والفريق الدب السوداء لكل الفرق، وشفنا اراء الاحباء بالنسبه لشبيبه القيروان. سي عبد الرزاق فما محب اخر اصر انه يدخل زاده وباش يتفاعل معنا في البرنامج. الو عسلامه. السلام عليكم. الحمد لله لاباس. اكيد محب لشبيبه القيروان معايا ضيفي عبد الرزاق الرقاي في البلاتو. مرحبا بك. مرحبا بك. بالنسبة لسعادة ياخذ هاي لاعب معروف في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات، ونحكي لاعبين اللي تفرجت عليهم انا من عام 62 ونتبع في الجيسكا. لاعب كبير ذكرني في ماتشات كبيرة كما النادي الفريقي كما النادي الساخن في الساخن. من احسن لاعبين ومثال يلعب ما غير حسابات، يلعب على المريول، يلعب على معناها فهمتني، ما يعرفش بعض الجوالات تحسبها حساب اخر. هو من احسن الناس اللي يعجبني لاعب نظيف ما غير واحد، اما الناس كل تشكر فيه وخدم مسؤول الشبيبه وما تبعهم على عرق ولا كل شيء. انسان معناها ثم بعض ملاعبيه معناها خدموا في الشبيبه ومعناها وقاعدين يشتوا جمعيتهم، وهو من الانسان اللي لعب وتعب وعرق ودم وشبه في الجمعيه بارك الله فيه. من احسن ملاعبيه من احسن من احسن الملاعبيه المضاف يعجبني عبد الرزاق الجاي، فهمتني؟ وخوه الله سي محمد القايد من 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 الخدماء تاع الشبيبه، اعطاه ورانا الشبيبه وطلع الجير طلع جواريت وكون هذوما ما ننساهمش. هذوما ملاعبيه معناها ما عمره ما تنساه في الرجال. هذوما ملاعبيه من احسن من احسن الناس، فهمتني؟ ذكرني عبد الرزاق القايد مع النادي الافريقي بونتو كاتيزو من احسن الاهداف اللي قادلنا تاريخ هذاك، ومع النادي الساخني في الثواني الاولانيين تاع بونتو اللي ماركاهم. حاليا لاعب كبير عنده معناها يسمى ورقه رابحه، كان قبل عمرو الذيب يعتبر في شوكير مهبطه ذاك، فهمتني؟ من احسن لاعبين عندنا في القروان، وربي يكثر منه الناس وربي يحييه وربي يونسه بالوالده. شنو هو الخصال اللي عنده عبد الرزاق رقيق قبل في الشبيبه؟ خدم ورافق فريق قبل في الشبيبه، خدم عنده معناها انسان منضبط مع الملاعبيه، وانه الملاعبيه معناها يحترموه. حتى وكان معناها ثقة وكان نظيف، يعني عجبني ياسر معناها. يا ريت جاو تبارك الله جاو 10 ولا 15 مسؤول كيما عبد الرزاق الرقاي. يعني نمشي نتبع انا ساعة ساعة لونترينمون نشوف، مستحيل باش تلقى مرافق كيما عبد الرزاق الرقاي. نمشي نشكر فيه خاطر معناها واحد خدمته هي اللي تشكره، خدمته هي اللي تشكره، الديسبلين نتاعو هو اللي يشكره. وهو مسكين يخدم قبل وما تبعش حقه، فما ناس خدمت وقاعدة تشكي بالجمعية توا. وين المحبه نتاع 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 يقولوا حب الجاسة؟ هو محب كبير ياسر وما لهوش على عرقه، وهذاك عرقه يقع عند ربي، لانه يعني خدم جمعيته بقلبه وربه، هذاك خدم الاخر وربي بقلبه وربه، انا يعني احب الجمعيه هذاك، مش ما كان الناس الكل يحسبوا حسابات يلوجوا معناها على الفلوس وعلى الواحد. انت تو جمعيتك غارقه، فما بعض جواريخ ما كان اسميها قاعدين شاكين جمعيتهم، جمعيه غارقه في ديون يا ذاك الربي. خويا محمد خويا محمد عبد الرزاق معاك. مرحبا بك عبد الرزاق. اخويا مرحبا يعطيك الصحة. احنا رانا ما عندناش مزية على جمعيتنا، وأنت راك محب كبير، راك أنت زاد أنت راك نعرفوك، أنت من أكبر المحبين نتاع شبيبة القيروان، راك ديما موجود، مالي نلعب أنا في الواحد ديما راك نتلفت نلقاك واقف تتفرج وتتبع في الشبيبة، وأنت زاد ربي يكثر منك الناس زادة. انسان محب، انسان غيور، انسان تموت على جيسكا، هذه الانواع اللي نحبوها، هذه الجماهير اللي نحبوها كيف كنت سي محمد. بارك الله، بارك
الله وفيك يرحم والديك. ما عنديش مزية ذاك الحق اللي نقوله أنا قلت الحق. 28 كيف كنت في الجامعة من هذا 28 كيف يا ربي يخليك عاش خويا ربي يخليك يا محمد ربي يعطيك الخير يا رسول الله والله وانت زيادة اخويا حتى انت راك محب كبير والناس كل تحبك والناس كل تعزك والناس كل تقدرك انا والله كيما ترى كيما نفكر في انت معناها جوار معناها اللي تضرب على السريك وما عندكش حسابات في الكوره انا كذا انت محب زاد ما عنديش الا تنظير حتى اللي يسحق باش تشتري تشتر واللي يسحق زاد كذا ما انا واحد انا ما هذا جيل تبعت الكوره هذه معناها كيما معناها انت هاك تشوف قميص تشوف قاسم جابر تشوف قميص لابس تشوف الجماعه اللي لعبت على التريكو هذوك مازالك انت كيما مازلنا نشوفوا مش عبد الرزاق تو هذوما لا ما عادش ولا لا عاد محمد خويا اقسم بالله لا كلامك والله كلامك صحيح محمد يا محمد غير ما تقوله راه الناس كل تعرفك والناس يا محمد الناس كل تعرفك والناس كل راك من احسن من الناس اللي حبت الشبيبه راك انت راك تعبت على الشبيبه راك انت راك تجري وطلعت كان على شبيبه وتتكلم كان في الحق ويعطيك الصحه ما غير ما الناس كل من غير ما تحكي انت نعم من غير ما تقوله راه الناس كل يعرفوك راك محب كبير راك محب كبير كلمه الختام سي محمد شنو تحب تقول سي عبد الرزاق رقايق ولا الميساج لحبيب الشبيب الخير وان شاء الله معناها الشبيبه تتفكر وزاد عبد الرزاق دقايق راهم الناس اللي يلزم الجمعيه تتفكر وزاد يلزم على الاقل يعملوا له حتى الاخر تكريم الاخر هذاك خدمه بقلب ربه في الجمعيه وخدمه بلاش وخدمه بعرقه ومشيت لاحظ كل شيء لاحظت انا تمنيت تمنيت لو عايشوا له خدمه على روحه هذاك نحن نلوجوا على الناس اللي تحب الجمعيه ولا نلوجوا على الناس تلوج على الفلوس ما نلوجوش عليها كان انا كان جمعي كي نقص كون يحب جمعيته ويقول لي متصور انا في الجمعيه كل وجه توا مرحبا بيك ايش انت ودي جمعيه انت تحب الجمعيه انت مش تزوج على الطمع وتزوج على انت تحب الدعم جمعي اي مرحبا بيك متصور يقول له هو هذا هذا اللي نحبه انا في الجيستار وربي يكثر منه شكرا لي شكرا لك سي محمد محب الوفي لله سلام على سي محمد سلام على سي محمد كله بركه عايش تبارك الله فيك يبلغ سي محمد سهل وصل بحول الله شكرا لك معنا المحب شبيبه القيروان سي عبد الرزاق يحكي على عبد الرزاق الرقيق كلاعب ثم كمسؤول هل انه عبد الرزاق الرقيق في وقت هل انه تظلم في صفوف شبيبه القيروان كمسؤول والله انا بالنسبه لي انا ما نقول لا تظلم ولا ما تظلمش انا راني على ذمة شبيبه القيروان إذا كان في أي وقت عيتوا لي شبيبة القيروان أنا موجود وجمعيتي من غير مزية ونخدمها بقلب ورب والناس هذية تعرف وأنا خدمت والناس كل تعرف الشيء هذية خدمت مع المسؤولين ومع اللاهين بشبيبة في البريود هذيك لأن كي نخدم قلب ورب نخدم بجمعيتي جمعية أنا نوصل في جمعية ما عندهاش فلوس نجي نقول أعطيني شهريتي ما غير ما ناخوش نعرف انا يعني في وسطها ونعرف كل شيء شنو اللي فما شنو اللي فما من ماتش من جمعيه هي بيدها ماشي لاقي فلوس باش تعطي الملاعبيه وتعطي تخلص فلان وتخلص فلان زيد انا نجي كمسؤول نجي نقول معطيني الفلوس ما تبعتش جمعيتك؟ ما نتبعهاش جمعيتي مش نتبعها وجمعيتي وجمعيه ما ناخذ منها حتى مليم انا كان جمعيه عندها فلوس وجمعيه في 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 في, في مقدوره باش تعطي الفلوس اما اذا كان ما عنديش ما تبعهاش جمعيتي والشيء هذا موجود جمعيه حتى نجم روحها هي تو مش لاقي كيفاش تخلص ملعبيه مش لاقي كيفاش تخلص من جي انا نقول معطيني الفلوس انا بالعكس انا الناس تعرف راهو نقول نقول كان في الحق انا ساعتي جمعيتي من جيبي نعطي جمعيتي والناس هذي الناس كل تعرف ومش مزيه على الشبيبه مش مزيه ميساج حاب توصله لجمهور الشباب ولا المسؤولين الشادين الشبيبة؟ بالنسبة للميساج اللي حاب نوصله خسرتوه في البيريود هذايا جيسكا راهي فرصة ولا تعاود بالنسبة لتو جيسكا لازم السنة تاع ناسيونال لازم ترجع للناسيونال نتاعها لازم الناس الكل تتلم الناس الكل تقف باش معناها البيريود الفترة هذايا معناها مش لازم تطلع جيسكا خاطر فما إمكانية نتاع طلوع لازم الناس الكل تقف ناس كل واحد باش تطلع الجمعيه ترجع للناسيونال. باهي في الختام علاش كنت تحب تسلم سي عبد الرزاق؟ والله في الختام نسلم على جمهور الشبيبه كل جمهور العزيز نتاع الشبيبه لك اللي يحب الشبيبه رانا راي شبيبه بيحول ليه بيحول ليه ترجع للناسيونال بيحول ليه. شكرا لك سي عبد الرزاق الرقيق لاعب سابق بالشبيبه القيرانيه هكا وصلنا لنهايه حصه في بي سبور شكر خاص
في الاخراج التقني احمد المخلوفي، وكذلك شكر خاص لنوفل الشرطاني اللي التحق بنا، كذلك انس الهمام اللي مرت المكالمات الهاتفيه. عبد الله الحطاب كوتي ميكرو، ملتقانا الاسبوع القادم مع ضيف جديد في في اي بي سبور. الى اللقاء للجميع. في اي بي سبور انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه الثانيه.